هسا اول شيء بنضيف البيضه بحاله الغرفه. تمام. اهم شيء تكون بحاله الغرفه البيضه. ونص كوب زيت نباتي. وهي الوصفه ما بتحتاج لا وقت بالتجهيز ولا شيء. حلو. ونص كوب سكر. يا سلام، كله اكواب معياريه. نعم. طبعا هاي بس هسا بنحرك بس دقيقه. حلو. بس يفتح اللون ويذوب السكر شوي. نضيف علبه القشطه. اوكي، يعني ممكن علبه ممكن قشطه ممكن نضيفه بدالها علبه لبن. نعم ممكن لبن زبادي. تمام. تبيك السوق بتحسيه عشان الوزن بكثروا القطط فيها. بس ما هي نص كوب جوز هند. جوز هند الابيض. تمام. كوب ونص سميد ناعم. أوكي. مش فرخه، ناعم. نعم تمام. انه ناعم حبيبات. يعني مش فرخه، يعني مش فرخه. لانه لا ليش لا. في فرخه وفي نعم. وسط اللي هو الناعم وفي الخشن. اوكي، نشوف كيف القوام. احنا نعتمد على القوام، ممكن حسب نوع السميد. اوكي، بنحرك وبنشوف. بتشهي. عم بطلع على التفاصيل. ضل الفانيلا. نعم. والبيكنج باودر. ولا شيء. بدنا نجيب الويسكي. بكونوا جاهزين اكيد شيف. نعم. بس بنوزع الزيت. يا سلام. غير حساب. بننزل الخليط. بسم الله. 180 بعد اذنك. 180 يعني ربع ساعة بدنا كلها سخنة. بس ربع ساعة قبل ما نطلع. بس. يا سلام. طبعا بتخفقها على جنب وبتحطها في الكيس. ولا شيء، زي ما هي. زي ما هي. زي ما هي. ايوه. بتخلي ايدك نازلة على الصينية أكثر عشان ما تتعرج معك. يعني بتحس الرواق بالوصفة. لا شوف شو سريعة لحظة. خلص بس. ترك. خلصنا. يلا على الفرن. على الفرن.